بصي بقى، خلينا نبدا كده بالسؤال ده، لان قضيه الواحد يخس ويتخن والحاجات زي كده قضيه بيعاني منها كل الناس، رجاله ستات اعمار مختلفه، مفيش فئه معينه يعني. صح. ازاي ممكن ان انا اخس وفي نفس الوقت مع الخسسان ده وان انا باكل بورشنز اقل ما افقدش فيتامينز واخس بقاش وشي شاحب وفي نفس الوقت ما ارجعش تاني للوزن اللي انا كنت فيه او اتخن كمان صح. عنه؟ هو اهم حاجه ان انا ابقى عارف انه انا بعمل دايت مظبوط، يعني دايت متوازن، لان في ناس كتير بتلجأ ان هي بتبقى عايزه تخس بسرعه او بالظبط. توصل للتارجت بتاعها بسرعه، فبتروح تقلل في السعرات بتاعتها كتير، فتبتدي تعاني من المشاكل بتاعت الدايت، تقول انا ما عنديش طاقه، انا بتعب كتير، مناعتي باظت، شعري بيقع، نفسيتي تعبانه، مش عارف انام كويس. كل الحاجات دي هم بيرموها على الدايت، رغم ان هو الدايت المفروض ان هو يحسن من ده كتير. يعني انا بعمل نظام غذائي، النظام ده بيبقى متوازن، فيه عجز شويه في السعرات بس هدفه ان هو يديني باور وان هو يقوي لي المناعه وان انا شعري ما يقعش وان انا اخد الفيتامينز والمينرالز اللي انا عايزاها من الاكل بتاعي. عشان كده احنا دايما بنقول ان الخطوه الاولانيه لازم نظام الغذاء بتاعي يكون متوازن وصحي، وما ينفعش للستات اقل عن 1200 كالوري، وبالنسبه للرجاله ما ينفعش اقل عن 1500 كالوري. ده كل الاعمار؟ لا، ده في الادلتس اللي هم في سن من العشرينات تقريبا لغايه ما فوق بقى 65 مثلا، ولا يعني واحنا ستينات نفس القدره 1200 كسيدات. انا ما ينفعش اقل عن 1200 لاي حد بني ادم ادلتس. الاطفال ساعات بياخدوا اكتر من 1200، يعني اللي هم التين ايجرز عشان حرقهم اعلى ومحتاجين غذاء اكتر. بس انا بتكلم في العموم، انا ما ينفعش اقل عن الرقم ده، لاني بلاقي ناس بتاكل 700 كالوري و500 كالوري وفاهمين ان هو ده الدايت وبيلاقوا بعد كده مشاكل صحيه كتير. فانا مش عارف اتحرك بقى زي ما انت قلتي، في نسبه كبيره بتخس من الدايت من غير ما تعمل رياضة. طبعا الرياضة مهمة جدا عشان صحتنا وعشان مناعتنا وعشان شكل جسمنا، لان في ناس بتبقى عندها دهون في مناطق معينة بس وبتبقى اللي هو عايزة تبني، يعني مثلا let's say اغلب البنات بيخسوا من فوق بسرعة وبيفضلوا في الجزء التحتاني بياخد وقت معاهم شوية، فعشان لما هي تعمل دايت والدهون تنزل من كل جسمها تلاقي نفسها رفيعه قوي من فوق ولسه فاضلها شويه، بتبقى محتاجه تعمل رياضه عشان توازن وتبني عضلات في الجزء ده عشان يبقى فيه توازن في جسمها. لكن انا لو مش عارف ان انا اعمل مجهود او ابذل رياضه، انا عادي ممكن اخس لانه الدايت بتاعي عليه 70% من النتائج بتاعتي. طيب انا في الاول ببقى محتاج نتائج سريعه تديني البوش الاولانيه دي، ان انا اقول الله ده انا عايزه اكمل وان انا هيبقى عندي موتيفيشن. فساعتها ممكن نلجا لحاجات طبيعيه بقى تكون بتتحكم لي في كميه الاكل اللي انا باكلها كتير، او مش بعرف اسيطر على الكريفنجز بتاعتي، لانه دايما الناس في اول الدايت بتقولك ده انا هتحرم من اكل كتير قوي فهيبقى عندي مشكله، فلا انا مش هبتدي دايت، او تسال على اليوم الفري امتى، او لما تاخد يوم الفري تلاقيها بتلخبط بعديها او ان هي ما بتنتظمش. فلما تشوف النتيجه السريعه دي في الاول وهي بتاكل طبيعي ويبقى معاها الحاجه دي طبيعيه، غير المشاكل الكتير اللي احنا بنتكلم عليها من الحاجات بتاعه الحرق وكده اللي احنا دايما بننصح ان هم ما ياخدوهاش، لكن لما ياخد حاجه امنه ده هيبقى احسن لي كتير.